لم يكن أعداد مهولة من المهندسين وعم ينضخوا على سوق العمل، وهذا الموضوع مع الأسف مو مدروس. يعني أنا كشخص موجود بالجامعات موجود بسوق العمل، أنا بقول لكم إنه هذا الأمر مو مدروس. ما في حدا عم بيطلع إنه عدد المهندسين اللي عم يتخرج هل سوق العمل قادر على استيعابه ولا لا. أنتوا كل سنة عم ينتهي الأمر بمهندسين فريش جداد عم يدخلوا على سوق العمل، ومهندسين شغالين بمجالات معينة أيضا موجودين بنفس سوق العمل، وسوق العمل ما عم بينفتح فيه الفرص الكافية بشكل عام. عم بحكي كإنسان أنت بدك تشتغل كتصميم إلكتروني أو حتى كبرمجة أو إلى آخره. فالشيء أو المجال اللي الشيء الحلو بالمجال هذا اللي عم بحكي لكم عليه اليوم ضمن هاي الظروف، من قلت لكم إنه عدم احتياج سوق العمل للمهندسين عموما، كون في كثير مهندسين خريجين جداد وكذا وإلى آخره، وعدم التناسب طبعا الخريجين لعدد فرص العمل، هو إنه هذا المجال عم بتحرك كثير بسرعة. لما أنت بتكون مرتبط بمجال عم بتحرك كثير بسرعة، فهون في عندك ميزة إيجابية وميزة سلبية. من الميزات الإيجابية إنك لما عم تتحرك بهي السرعة في كثير ناس ما عم بلحقوا يتحركوا مع هذا المجال، فالمنافسة حتكون محتدمة أكبر، وبنفس الوقت حيكون فرصك أكبر. اليوم رغم إنه السوق مليان مهندسين وفيه كتير مهندسين قاعدين معه بيشتغلوا، ولكن الشخص المتقن لهي المجالات في كتير شركات تتمناه وبترغبه وبتريده، لأن هذا العنصر مو متوفر حالياً بسوق العمل. وأنا عم بحكي معكم من قلب سوق العمل، يعني نحن كنا عم نشتغل ضمن هذا المجال وبعرف الشركات المنافسة، ونحن على اطلاع إنه إيش عم بيصير هون وهنيك، ففي مجال كتير واسع للي بيشتغل بهي التكنولوجيا. بنفس الوقت إذا ما مشيت بسرعة مع هذا التطور رح يفوتك القطار، رح توقع من هاي المنافسة، ورح تلاقي ناس عم يجوا بسرعة. فالمجال هذا بدي اياكم تعرفوه عنه اليوم، هلا رح نتعرف عليه اكثر ان شاء الله، مجهز لكم هيك ديمو خفيف عنه. مجال عم يتطور كثير بسرعة، يكون عندك قدرة على التعلم بشكل مستمر، وهذا الامر موجود بالمجالات الهندسية على فكرة بشكل عام، ولكن بالمجال هذا عم بيكون في سرعات جديدة كثير كبيرة، عم بيكون في تقنيات عم تطلع كل يوم، بدك تلحق بدك تمشي، وبدك يكون عندك القدرة أن يكون نفسك طويل مش هتتابع بهذا الموضوع. اللحظة اللي بدك توقف فيها غالبا رح يسبقك العالم. فهي النقطة الإيجابية والسلبية بنفس الوقت ضمن هذا المجال. عن إيش هذا المجال؟ خلينا هيك نأخذ فكرة. ما بعرف أستاذ إذا رح أشارك الشاشة. أكيد من عند فعل الموضوع. عم استعمل كمبيوتر أخوي شكله مفعل الأوفيس. طيب هلا هاي البرزنتيشن صراحة جبتها من سنترو سكولار يونيفرسيتي من جامعة ما، بس يعني الهدف هو إنه نعد على الأفكار الرئيسية ورح نناقش، طبعا رح أعطيكم خبرتي الشخصية ورح أعطيكم معرفتي الشخصية، بس عجبتني هاي البرزنتيشن صراحة، هي أول واحدة بتطلع على جوجل. طيب نحن عم نحكي الآن ضمن شيء اسمه الثورة الصناعية الرابعة. إيش يعني هذا الكلام؟ شوفوا، في شغلات بتتطور، في شغلات بتتحدث، في شغلات بتختفي، وفي شغلات بتصير وإلى آخر، الحياة ماشية. ولكن في شغلات بتعمل ثورة، شغلات بتعمل بيكون ما قبلها ليس كما بعدها، ونحن اليوم عم نعيش بما يسمى الثورة الصناعية الرابعة. الثورة الصناعية الرابعة يعني الحكاية اختلفت، القوانين اختلفت، صار في عندك شيء جديد. مش هتتصوروا أنتوا إيش يعني ثورة صناعية. الانتقال مثلا، انتقال الإنسان من التصنيع اليدوي لاستعمال الماكينات، هي كانت ثورة صناعية. تخيلوا أنتوا الفرق بين أنت قاعد عم تصنع شغلة بإيدك وكل يوم عم تلحق معك قطعة قطعتين، لا أنت جبت آلة أو جهاز وهذا الجهاز عم بيصنع هذا الشيء اللي أنت عم تقوم فيه بدقة كتير عالية بسرعة كتير عالية بدون لا يتعب ولا يمرض وإلى آخره. متخيلين القفزة اللي صارت من هون لهون، من التصنيع اليدوي للتصنيع الآلي؟ هي ثورة تكنولوجية، واليوم نحن بثورة تكنولوجية. والثورة التكنولوجية الرابعة هي اللي اجت من خلال قدرتنا على الاتصال، من خلال انه نحن عم نحسن نربط الشغلات ببعض مثل ما رح نشوف هلا. طيب الثورات الصناعية هيك على السريع، الثورة الصناعية الأولى لما طلع المحرك البخاري وصار الإنسان في عنده قدرة على التنقل ما كانت موجودة سابقا. يعني كان بدل ما والله بده ينقل البضاعة أو بده يتنقل هو شخصيا على الخيل والأحصنة وهي الأمور، لا صار في عنده القدرة أنه يركب القطار السريع ويبعث بضاعته بالقطار السريع، وهذا الشيء عمل انفتاح كثير كبير على موضوع إيش التصنيع كمان أنه يكون كبير، لأني أصلا صار تحسن تنقله أكثر، تحسن توصله لمجالات أو لأماكن أكبر. الكهرباء طبعا عملت ثورة صناعية كثير كبيرة. طبعا هاي كنا عم نحكي على شيء البخاري اللي هو عبارة عن تحويل طاقة ميكانيكية لطاقة ميكانيكية، بعدين شرفوا جماعة الكهرباء وعملوا
تقدم. اليوم انت الى الان ما بتحسن تتخيل اي شيء عم يشتغل بدون كهرباء، كهرباء دخلت بكل شيء. بعدين الكمبيوترات والقدره على الاتمته كانت هي الثوره الصناعيه الرابعه، بدل ما الاله بتحتاج لانسان لحتى يقعد ويشغلها اصبحت قادره ان تشتغل لحالها، واصبح في انظمه الكترونيه طبعا مشتقه من الكهرباء، يعني علم الالكترون احنا نسميه، بيحسن يتحكم بالالات الكهربائيه الضخمه هي بدون ما الانسان يضطر انه يكون موجود. الاجهزه ممكن تشتغل لحالها، ممكن خط الانتاج تعيفه وتقوم تنام تلاقي هو عم ينتج وعم يسوي لك وكذا، طبعا مع مراقبه خفيفه. فهي كانت ثوره صناعيه كمان كثير كبيره. اليوم الثوره الصناعيه الرابعه هي قدرتك على الاتصال. بكل بساطه عندك شبكه كبيره، هي ما كانت موجوده سابقا، يعني اذا بنحكي قبل 10 سنين وقبل 20 سنه انترنت كان موجود، بس ما كان عندك القدره على انك تبعث بيانات ضخمه، ما كان عندك القدره انه يكون عندك اتصال كثير سريع، ما كان عندك القدره انك تخدم ملايين ومليارات الاجهزه بالشبكات الموجوده. وهي تطور قدرتنا على الاتصال هي الثوره الصناعيه الرابعه اللي بدنا نحكي عليها بتفصيل اكبر شو. فالفكره باختصار يا جماعه، اذا بدي اعرف لكم الثوره الصناعيه هي الرابعه اللي عم بتصير، هي ثوره صناعيه قامت على قدرتنا الان على وصل الاجهزه مع بعض. بالاول كان في عنا طاقه كهربائيه عم نحسن وليدها بطريقه ما وبكثير طرق. هاي الطاقه الكهربائيه كانت قادره على تشغيل محركات، قادره على تشغيل ماكينات حياكه وماكينات مدري ايش تصنع شغلات ثانيه اكثر من قدره الانسان بحد ذاته على التصنيع هذا. الان قدرتي على وصل الشغلات مع بعض هاي هي الثوره الصناعيه الرابعه. لما بقول انترنت اوف ثينجز، انترنت الاشياء، بمعنى انه اي شيء بدي الزق فيه انترنت، اي شيء بده يتصل على هي الشبكه. بدل ما متصلين البشر، انا كانسان عندي كمبيوتر متصل بشبكه الانترنت، لا انا حاليا كانسان عندي جوالي متصل بالانترنت، بكره بتصير بلوزتي موصوله بالانترنت، بتصير نظارتي موصوله بالانترنت، بتصير مفتاحي اللي بجيبي موصول بالانترنت، بصير كل، يعني انا صار عندي 15 ما بعرف لايمتى رح توصل لعدد كثير كبير من الاجهزه. كل انسان عنده عدد ضخم جدا 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 من الاجهزه الموصوله على الانترنت، وهذا الامر مو شيء قليل، هذا الامر ثوره صناعيه كثير كبيره، وهذا الامر عم بيخلق فرص عمل، وهذا الامر عم بيسهل حياتنا وعم بيتدخل بكل شيء موجود بحياتنا مثل ما هلا رح نشوف بالامثله. طبعا موضوع ان انا عم بوصل الشغلات مع بعض لحاله ما كان هو الشيء الاساسي، هو الامر اللي مبنى عليه شغلات ثانيه كثير كبيره مثل الـ AI أو الـ Artificial Intelligence أو الذكاء الصناعي. الآن صار عندي معلومات كتير كبيرة، صار في عندي ذكاء صناعي أحسن من خلاله أني أستفيد هم من هاي المعلومات هم من هاي الأجهزة المتصلة بأمثلة كتير كبيرة مثل ما رح نشوف. موضوع تحليل الداتا، كمان عندي داتا كتير كبيرة عم تيجي من أجهزة كتير كبيرة موجودة عندي، قدرتي على تحليل هاي الداتا عم توصل لي نتائج كتير كبيرة، كمان مثل ما رح نشوف بالأمثلة القادمة. أمور طبعاً داخلة بكل شيء، كل مجالات حياتك مثل ما دخلت فيها الكهرباء. يعني أنا هون بلاقي هالتشبيه كتير حلو، شلون الكهرباء كانت شيء مو يعني مو معروف، وبعدين تدخلت بكل شؤون حياتنا، ما عاد في شيء عندنا مو كهربائي، من التكنيس للغسل، من الغسالة الكهربائية للمكسر الكهربائية، لهلا عندك حالياً سيارة الكهربائية اللي هي لها علاقة بتنقلك، لصار عندك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية اللي عم تقوم فيها بعملية التواصل، عكس ما كان سابقاً رسائل كنت تبعتها ورقة وقلم، اما حاليا قاعد والله عم تبعت من الايميل. هي القفزه الكثير كبيره صارت بوجود الكهرباء عم بتصير الان شيء مشابه له، وعم تغير كمان انماط حياتنا. بكره كل شيء بتشوفوه بالحياه رح يتغير. لا تستغربوا قريبا لما تسمعوا انه بجوز جيل اولادكم، بجوز نحن اللي حمام نعرف، بس السيارات يعني عاجلا او اجلا رح تصير كلها ذات القياده. بجوز ابنك يجي يسالك يعني انه بابا انتم كنتوا تسوقوا السياره بنفسكم، يعني انت هيك تمشي بالسياره تحكم فيها تلف يمين يسار. ممكن يكون ممنوع بالمستقبل الانسان يسوق السياره، يصير لا هي بدها تسوق حالها لانه توامن وافضل والى اخره. ففي امور راح تغير حياتنا بالكامل. كلياتها هي متعلقه بموضوع الاي او تي. طيب ايش بده هون؟ طيب هذا الامر راح يدخل بكل تفاصيل حياتنا. هون مثلا مثال زحمه السير، على فكره زحمه السير مو بس دائما بتكون بسبب انه لازم يكون في زحمة سير، والله في سيارات كتير بالتالي لازم يصير زحمة سير. لما بنترك هذا الأمر لأجهزة متطورة عندها القدرة أن تتواصل مع بعض، راح تمشي السيارات بطرق معينة بحيث ما تصير زحمة السير هاي. جوزي يعدي سيارات من هون من هنيك كذا إلى آخره. أنت اليوم لما بدك تسوق سيارتك أو بدك تروح من مكان لآخر، فأنت خلص بتفكر شلون بدي أروح وشو أقصر طريق بالنسبة لي، هذا الشارع بروح هذا الشارع ما بروح، وبتشيل حالك وبتمشي. ما في عندك فيدباك من الشوفيرية البقية، انت مستحيل ككائن بشري حاليا
وتقعد تتفق مع كل الناس اللي دي يطلعوا على هذا الطريق، لان اصلا انت ما بتعرفهم، انه يا جماعه تعالوا نقسم هيك بتقسيمه ذكيه، نقعد نحسبه انه كل واحد شلون بده يلف وشلون بده يروح، بحيث انه نخلي الزحمه اقل ما يمكن. هذا امر بالنسبه لنا بشر غير متاح وغير ممكن، وما اظن يزبط، خاصه على مدى كتير كبير لما تحكي على مستوى مدن او على مستوى دول حتى، هذا امر غير ممكن. بينما الكمبيوترات لما يكون عندها، او خليني اقول لكم انظمه قياده السيارات هي، لما يكون في عندها قدره على التواصل مع بعضها راح تعمل هذا الشيء، راح يتواصلوا بين بعضهم وراح يحسنوا ياخذوا قرار انه هاي السياره تروح من هون وهي السياره تجي من هون، ويوصلوا للحاله المثلى تقريبا ان ما كانت المثلى لافضل تنظيم مروري موجود. فبهالحال ممكن تختفي الزحمه، ممكن تختفي الحوادث، ممكن تختفي كثير شغلات. هون امثله ذاكره هو على موضوع الاي او تي، انه ممكن نحط حساس حتى بالبقره. هلا البقره بالاخير شيء، لما نقول نحن انترنت الاشياء البقره شيء، انا ممكن احط حساس بالبقره او مجموعه حساسات بهي البقره واوصله على النت واحطه بكل الابقار الموجوده عندي ضمن المزرعه، بالتالي انا بحسن اعرف موقع هاي البقره وينه بكل لحظه من اللحظات، بحسن اعرف اكلت ولا ما اكلت، بحسن اعرف وزنها ايش قد، بحسن اعرف ايش قد حلبت اليوم اذا كنت مهتم بانتاج الحليب، بحسن اعرف وضع الصحي، ممكن يكون في عندي حساسات بتحلل الوضع الصحي لهي البقره، في عندها امراض معينه، في عندها اي شيء ثاني. فتجميع هاي الداتا عن هذا البقر بشكل لحظي، لاحظوا بشكل لحظي، بيعطيني معلومات كثير مهمه عنه، بس لما اجمعها على مدار سنه هذا الامر راح يعطيني قدره على التحليل اكثر. مثلا انه البقره وين عم تنبسط اكثر، والله البقره لما علفتها علف معين اعطت انتاج افضل. هذا الامر الانسان صعب انه يلاحظه بدقه متناهيه، وصعب انه يمسك يقعد يسجل كل يوم بيومه، وبعدين هاي الشغلات تسجل يقعد يحللها وكذا وهيك الى اخره. الان الانسان بيقعد هيك مرتاح، حط هاي الاجهزه المصممه ومبرمجه ومحطوطه لتقوم بهي العمليه بالذات، وبروح بينام، وهي الاجهزه ايش عم تجمع له الداتا، عم تحلل له الداتا، وممكن تعطيه بالنهايه نتائج. هاي النتائج رح نشوف بالسلايدات اللي قدام شلون رح تاثر بحياه الانسان بشكل مباشر. بس تخيلوا حتى الورقه انا ممكن ايش ارائبها بموضوع انترنت الاشياء. ولاحظوا لي هون ايش المجالات اللي عم يدخل فيها هذا الموضوع. الجواب هو كل المجالات. انا ما بحسن اتخيل مجال، ما بعرف هلا، بس نفتح فقره للاسئله، حدا يقول لي مجال ما بيتخيل انه الاي او تي يدخل فيه، حدا بيتخيل فيه شغله ما راح استفيد اذا شكيت فيها جهاز بحساسات معينه بقدرات معينه وربطته على شبكه الانترنت وبلشت اجمع داتا او بلشت اتحكم بشيء معين او بلشت اراقب شيء معين. من الشغلات كمان مفيده المجالات الطبيه، مثلا هون عم بيحكي لكم على شيء مثل ساعه، طبعا هي زمان موجوده، هاي الساعه بتراقب الوضع تبع الانسان بحيث انه هي عندها القدره انه تحس اذا وقع. كبار السن مثلا في بواجهوا خطر انه مثلا يوقعوا لا سمح الله في مكان وما يكون حدا حواليهم، حتى الرحال اللي بيروحوا رحلات معينه اللي بسافر مسافات طويله بين مدن بخاف على حاله لا سمح الله يصير له حادث، وممكن هذا الحادث يكون بمنحدر عالي ويوقع وما حدا يعرف مكانه الى اخره. فالان هي موجوده حتى بالساعات الذكيه الان، انه في عندك جي بي اس معروف موقعك بكل لحظه وينه، وكمان لا سمح الله اذا صار معك حادث الحساسات هي عندها القدره انه تتنبأ انه الحركه هي اللي صارت الغير طبيعيه، الانسان برا انفتل وقع كذا الى اخره، انه صار له حادث معين، وهي قادره انها تتصل بالسلطات المعنيه، تتصل بالاسعاف، تنقذك بهي الحاله. من فتره شهر واحد كمان اظن انقذته ساعات قبل الذكيه او هيك شيء. فالمجالات الطبيه كمان كثير موجوده. من المجالات كان ممكن يدخل فيها هذا الموضوع موضوع كمان صحي غذائي، الا هو الشوك الذكيه مثلا، اللي هي مرتبطه بالانترنت وبتحسن تحسب لك كل يوم ايش قد عم تاكل، هل انت عم تاكل اسرع من اللازم، هل انت عم تاكل كثير، هل عم تاكل شوي. يعني بكره بجوز اذا بدك تعمل ريجيم، جد يا جماعه الموضوع مضحك بس ممكن يصير، اذا انت عم تعمل ريجيم بجيب لك خذ هذا الطبق الذكي وهي المعلقه الذكيه وهي موصوله بالانترنت بشكل معين بتطبيق ممكن تشوفه، وبتحدد لك انت عم تاكل كثير ولا عم تاكل شوي، او ممكن تخليك ما تاكل مثلا اذا وصلت لحد معين من الكالوريات راح يسمنك، او نوعيه الاكل ممكن يكون في حساسات تحصل لك هذا الاكل نشويات ولا فيتامينات ولا سكريات، هي بفهموها جماعه التغذيه اكثر. فممكن هي كمان تقول لك انه انت هذا الاكل ما بيناسبك، هذا راح يسمنك ما بصير تاكل، هي تسكر عليك بشكل او باخر. فحتى يعني تعاملنا مع اكلنا ممكن يفرق. هي كلياتها نحن عم نحكي ايش كبزنس، كمجالات عمل، كلياتها ايش عم تفتح لي مجالات عمل بكل نواحي الحياه. يعني تخيلوا انتم الان في عندكم شيء راح يدخل بكل نواحي الحياه ولسه ما اكتفى
يعني ما في كتير كتير مهندسين موجودين فيه، وبنفس الوقت المهندسين موجودين فيه جزء كبير منهم عم يتساقط يوميا بسبب انه التكنولوجيا عم تمشي كتير بسرعه. وبنفس الوقت ابشركم انه عم بيجيكم ادوات تساعدكم كلمان مشان تلحقوا اي التكنولوجيا. فالمجال تبعنا هيك مجال كتير بحسن اقول عليه فايت بالحيط مثلا، مجال عم يمشي بسرعه، مجال فيه كتير فرص عمل، وما هو انه صعب بمعنى الصعوبه اللي كثير معقد، ولكن بيحتاج انسان عنده شغف وانسان يلحق. رح نيجي على ايش بنحتاج لنصير نشتغل بمجالات الاي او تي. في عندنا كمان هيك نوع من انواع الكاسات الذكيه، شيء بقى بحافظ لك على درجه الحراره، شيء بيخبرك ايش لازم تشرب وايش ما لازم تشرب، كمان شيء يعني قريب لمواضيع الصحيه وكذا وهيك. عندنا فرشات اسنان ذكيه. ايش ممكن يكون فرشات الاسنان؟ ممكن تذكرك ايمت فرشات اسنانك وايمت ما فرشات اسنانك، ممكن ما بعرف يكون في حساسات معينه لدرجه التسوس او درجه الشغلات اللي ما لازم تكون موجوده على اسنانك وهي موجوده. يعني مجالات كثير. هذا حلو يعني رهيب، ممكن تحط حساس بالبراد تبعك برف البيض، تعرفوا بالبراد في هذا الرف محل ما بتحطوا البيض، فممكن يقول لك كم بيضه موجوده وكم بيضه ما موجوده. تخيلوا الموضوع ايش قد وصل لمراحل تفصيليه كثير كبيره. هذا جهاز على فكره هي كلها عم بورجيكم اياها، هي اجهزه موجوده عم تنباع وبزنس على ارض الواقع والناس عم تشتغل فيه. ومثلا انك تعمل هيك جهاز او انك تعمل هيك مديول او انك تعمل هيك تطبيق هو امر مو صعب انك تتعلمه. يعني في دوره رح نعملها ان شاء الله بالصيف ممكن نوصل انه نعمل هيك تطبيق. هي الموضوع بالاخير فكره، يعني هذا المجال الافكار فيه تسارع كثير كبير. كم بيضه موجوده بالرف، انا كم بيضه ناقصني مشان لما اشتري ما احط بيض زياده مثلا. طيب اذا واحد اتعلم موضوع الاي او تي، انا الان تعلمت كيف اصمم جهاز وتعلمت شلون اركب فيه الحساسات اللي بتلزمني بناء على الفكره اللي موجوده عندي، وعملت هذا التصميم بشكل صحيح وبشكل جيد، وصلته بالانترنت وعرفت شلون اعمل له تطبيق مشان العرض او اتحكم بشيء معين بمحركات اتحكم، يعني الموضوع هو حساسات وتحكم وربط بالانترنت ومونيتورينج او فيجواليزيشن اذا بتكون تفرجوا الزبون او المستخدم اي معلومات او اي داتا او اي شيء. فهذا وين راح يدخل بينا مجال؟ هون بالمخطط بقول لكم انه بالامور الطبيه وبالفتنس بالالعاب والمدن الذكيه والسيارة الى اخره. انا قناعتي الشخصيه انه هذا الامر راح يدخل بكل شيء بحياتنا. يعني انا حابب اعطيك هيك وصف ايش الشيء اللي ما ممكن يدخل فيه. حتى صار وصلوا لمرحله انه في جهاز بتحطه جنبك بحسب لك بنومك شخرت كم مره وتنفست شلون وكذا. يعني انا ما بشوف مجال ما حيدخل فيه الاي او تي، والى الان كثير مجالات ما مغطي. ما بس عم بحكي على مستوانا بتركيا او ما بعرف الشباب مين عم تابعوا في شباب الشرق الاوسط او كذا، على مستوى العالم في كثير مجالات ما تغطت وافكار كثيره تنتظر انه حدا يطبقها حتى يطبقها يكون عنده المعرفه اللازمه، وهذا الشيء اللي عم نحكيه حاليا. طيب ايش الفوائد او الادفانتجز من الاي او تي الان؟ لما انا كبشر، خلينا نحكي البشر بهذا الكوكب، لما انا كل شيء موجود حوالي قاعد عم بوصله بحساسات او بانظمه تحكم او بدارات وعم بربط كل شيء موجود عندي بالانترنت، انا ايش مستفيد؟ انت مستفيد كثير شغلات. الله هون هي اخذها من باب بزنس، انه انت عم تقوي قدرتك على التعامل مع زبوناتك مثلا.